مهمة الدراما لما بتقدم عمل للمرأة كمان بتهتم قوي بأنه المرأة لما يبقى عندها مشاكل في أطفال، الأطفال أحياناً بيدفعوا ثمن كبير جداً لغضب شديد جداً، والعلاقة غير سوية وكلها مشاكل، وأب يعني يبقى مستبد والأطفال يدفعوا الثمن. أنا هتكلم كلام أكتر، معايا نجمتين من نجمات رمضان اللي بينورونا على شاشة رمضان وكل يوم بنشوفهم وبتعذبوا كتير، هتكلم معاهم وشوف الدنيا هتاخدنا فين. من اليمين عندي الطفلة الجميلة ريتال محمد، ازيك يا ريتال؟ زيك. ومن الشمال كده معايا الطفله فيروز عبد الله، ازيك يا فيروز؟ الحمد لله. اسمكم ايه بقى؟ مين في المسلسل؟ يارا. يارا؟ نادين. نادين. ومين اشقى؟ نادين. نادين شقيه طول الوقت. جدا. طيب قولوا لي الاول، انتوا فاهمين المسلسل اللي بيتكلم عن ايه؟ ايوه انا. قولي لي يا ريتال. بيتكلم عن قضايا المراه. عن قضايا المراه، وعن لما بيتطلقوا العيال بتتبهدل ازاي. الولد والبنت. شريف سلامه بيعمل معاكوا ايه؟ الاب بقى بيعمل معاكوا ايه في الـ في الـ في التصوير؟ في التصوير لا، لذيذ جدا في التصوير، بره التصوير عشان يديكوا كده يطمنكوا. التصوير جميل، لكن في المسلسل غريب. في المسلسل غريب. بيتعامل معاه يعني، امبارح شالنا وزعق لنا ورمينا على السرير، وريتال قعدت تعيط، انا ما عرفتش اعيط، ولما الكاميرا جت على شريف سلام قعدت اضحك. انا قعدت تكمل العياط بعد الكاميرا جايه عليك، وقعدت اكمل العياط. طب قولي لي، انت دايما عندك مشاهد كده لطيفه لما روحتي غيرتي اسمك في المدرسه وقلتي انا اسمي نادين فاتن امل حربي، عملتي كده ليه؟ عشان بابانا بيتعامل مع مامتنا وحش، وبيزعق لها وبيضربها، وهو ما بي هي هو في الاخر بي مره فجاه جاب لها ورده وبيرجع في كلامه وبيضربها، وفي في المره دي برده بيضربنا وبيعذبنا. فانتي رحتي بقى تغيري اسمك في المدرسه؟ انا كان اسمي نادين صفا الدندروي، رحت انا قلبه رحت قايله انا اسمي نادين فاتن امل حربي. طب انتي بقى كفيروز مقتنعة بكده انه انا اشيل اسم امي عشان امي هي اللي شايلاني وهي اللي بتعاني، وبلاش اسم الاب ده؟ ليه؟ عشان هو بيتعامل معاه وحش. طيب لو هو وحش طبعا عشان ده تمثيل، صح؟ طيب انا عايزة بقى اروح لفيروز، بتروحوا بقى محاكم كتير بتصوروا فيها؟ بنروح محاكم كتير جدا بنصور، بس مش بنصور جوه عشان ممنوع. بنصور بره وبيوروا بقى الدراما. لما بتروحي يا ريتال بتحسي بتقلقي بجد احيانا؟ ما هو ده مشهد تمثيلي والاوضه وانتوا واقفين والناس لا هو احنا عارفينهم كلهم هناك وكلهم صحابنا وبنقعد نهزر. فمش بتخافوا؟ لا مش بتخافوا. لو الحكايه دي حقيقيه وبنت كده في سنك، تحسي انها هيبقى عندها بقى مشكله كبيره؟ كبيره جدا. ايه بقى قولي لي، ايه المشاكل اللي ممكن تقابل كده بنوته كده حلوه في سنك ويبقى طول الوقت في مشاكل بين الاب والام؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ هتكون حاسه انها تايهه وخايفه منها، او خايفه ومش عارفه تروح فين. احنا امبارح اصلا تهنا مش من عايزه مش عايزه باباها ومامتها يرجعوا تاني مع بعض عشان هو بيضرب وبيزعق وكل حاجه. طيب انتوا امبارح فين؟ امبارح في الحلقه تهتوا؟ كنا امبارح في مكان كده ونمنا تحت عربية كلها يعني قرف في التصوير. تتعذبي في التصوير يا فيروز؟ ونطلع بالشباك. بيعاملوكوا ازاي بقى المخرج بقى؟ المخرج بقى بيعلمكوا؟ لا ده بيعمل لي ده. لا ما انت الكرسي هيقع. على فكره الكرسي هيقع وهجيب لك نيلي، ونيلي شديده فتدخلي بالكرسي والمخرج بتاعي عمرو هيزعل. خلاص فخليكي بس ثابته على الكرسي كده وتعالي لقدام بالراحه. ايوه تمام خلاص لحد ما نخلص الكلام. قولي لي، قولوا لي بقى حاجه. انتوا سقطتوا بسبب الاحداث، ايه السبب؟ لو انتوا مكان، لو الموضوع ده حقيقي وفي بنات زيكم اهلهم عندهم مشاكل، ده بيأثر على النفسيه؟ بيأثر على النفسيه ان البنات ما ينجحوش؟ قولي يا فيروز، انت عندك كام سنه؟ 7 سنين. في سنه كام؟ اولى. في اولى. لو انت البيت ما فيهوش استقرار كده والناس مش كويسه، ده بيأثر على الاطفال؟ يعني ما هو انت سقطتي في المسلسل بسبب المشاكل، صح؟ صح. وشايفه ان ده حاجه مش حلوه، صح؟ اه. طيب وريتال؟
بيأثر طبعا، عشان مش بيكونوا مركزين في الدراسة ومركزين في البيت واللي بيحصل في البيت، عشان هما خايفين ومش عارفين ايه اللي هيحصل لسه. قولوا لي بقى، انتوا دلوقتي لما بتبقوا مع نيلي وعندنا تصوير، ونيلي جميلة جدا جدا، نيلي جميلة، بتتفقوا بقى ازاي مع بعض قبل هتدخلوا المشهد؟ تبقوا معاها في الأوضة، كلموني بقى اللي بيحصل في التصوير. يلا فيروز قولي. يعني بنقعد نردد الكلام اللي هم بيقولوه. مين بيحفظكوا اصلا، بابا ولا ماما؟ لا، مايكل. مايكل ده اللي هو بتاع السكريبت، مساعد المخرج، بيحفظكوا، مساعد المخرج. في واحد كده بيحفظكوا، مش عارفه هو اسمه كريم. وتبقوا وبعدين تروحوا بقى تقعدوا مع نيلي شويه قبل المشهد. اقعد ازاز لب. ازاز لب؟ يا خبر، نيلي عارفه الحكايه دي والمخرج هيعرفوا دلوقتي. عملنا تيك توك مع طنط نيلي. شقيه خالص. نعمل احنا الثلاثه سكر نباته، احنا الثلاثه هيكسر بطاطا. دو عملتوها في التيك توك؟ ايوه، بس لما بتخلص بنكملها من الاول. طيب انتوا طول الوقت، انا شايفه ان نيلي على طول ماسكاكوا طول المشاهد تقريبا في المسلسل، هي معاكوا، بتقعد تقول لكم ايه بقى عشان تتدربوا؟ بتتكلموا مع بعض ازاي؟ بتقول لنا خلوكوا قريبين مني ما تبعدوش. ايوه، وهي بتقعد تكلمنا كتير قبل المشهد عشان نعرف هنعمل ايه، فهي بتساعدنا. بتساعدكوا جامد. ازاي بقى عرفتي ان انت هتعملي مسلسل مهم عن المرأة والبطلة نيلي كريم؟ ترشحته ازاي؟ احنا شفنا الاعلان على الانستجرام. كان في اعلان. ايوه، لطنط نيلي وهما فوتوشوب مصغرين وشها. هما اصلا النهارده بيصوروا. ايوه، الشركة المنتجة. ايوه. مامي بعتت صورتي وفيديو وقالوا لنا نيجي، وعملت هما بعتوا لنا مشهد احفظه. يعني كانها مسابقة وانت كسبتي فيها. ايوه. ولما روحتي قالوا لك ايه؟ قالوا مثلت المشهد قدامهم اللي هما بعتوني احفظه. مثلته قدامهم ورحت قالوا لنا نرجع تاني. اتقبلت. فيروز بقى عرفتي ازاي؟ فيروز الغلبوية دي. يعني عرفت امثل ازاي؟ لا، عرفتي ازاي انك هتمثلي مع نيلي كريم؟ عرفت ازاي؟ بابا قدم لك ولا ايه؟ لا، صاحبة ماما عملت لي مفاجأة. صاحبة ماما هي اللي قدمت. فبعدين هي خيامة. طب خليكي ثابتة شوية عشان المعنى. بس ماما، صاحبة ماما خدتني في ايدي ودتني مسرح وقعدنا كتير وزهقت طبعا. وزهقتي بقى؟ والمشوار طويل، احنا كنا في المهندسين. فبتتعبي في التصوير. قعدت بقى اعمل له حركة كده على حد ماتوا من الضحك وبس. ماتوا من الضحك وخدوكي. خدوكي. المشكلة بس. طب نيلي قالت لك ايه؟ خليكي تشتغلي معايا في ميت وش؟ قالت لي الجزء التاني هخليكي تشتغلي معايا في ميت وش. ايوه، هتبقي من الشقاوة اللي انت فيها دي. طب احيانا نادين بتبقى يعني نادين في المسلسل، احيانا بلاقيكي كده فجاه تروحي سايبه، بصي لنا هنا نادين، تروحي سايبه الكادر ورايحه تبوسي نيلي وتحضنيها، ده بيبقى في المسلسل ولا انت كده فجاه بتعمليها بشكل؟ لا، فجاه في المسلسل نفسه. يعني مخرج بيقول لك اعملي كده. في المسلسل وفي الحقيقه. طيب قولوا لي بقى حاجه، دلوقتي انتوا بتتعاملوا مع الفنانه الكبيره هاله صدقي، في مجموعه بتبقى حواليكوا طول الوقت، لما بتشوفوا المشاكل بتاع المراه، الولاد الصغيرين اللي قدكوا بقى اللي بيشوفوكوا فاهمين المسلسل؟ فاهمين انه معمول علشان الناس ما يبقاش في مشاكل في الاسره؟ هم فاهمين كل حاجه. الشيخ يحيى يعني اصلا بيتعامل معايا كويس. الشيخ يحيى؟ اللي هو طبعا شرنوبي. ايوه، اللي هو اللي هو شرنوبي، اللي هو بيخلي ماما تهدى ورقيقه في المسلسل، يعني ما تفضلش متعصبه بماما كده على طول. على طول. طيب قولي لي بقى، خليني اعرف راي ريتال. دي مش مدياكي فرصه. قولي لي يا ريتال، بيقولوا لك ايه بقى اللي قدك؟ انت برضو عندك 11 سنه، ففي شويه بيتفرجوا بيبقوا فاهمين المسلسل؟ يعني في شويه مش فاهمين وفي شويه فاهمين. بيقولوا احنا شفناكي وانت زعلانه قوي.
طيب في المسلسل كمان مره كان عندكم عصافير ومره عندكم قطط، حاجات انسانيه كده لطيفه. دي كانت حلوه، كنتوا بتتبسطوا من الحاجات دي؟ جدا جدا. ايوه القطه كان في مشهد اللي بتجروا ورا القطه ده. بنجري وراها، كان عندنا 5000 مره عشان بس القطه مش راضيه تمشي، تعمل كده وتقف، تعمل طيب كده. اخر حاجه قبل ما نمشي ونسيب المشاهدين، تحبي تقولي ايه لكل اب مش كويس مع 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 الام ومع الاولاد؟ تحبي تقولي ايه؟ احب اقول له انه كده حرام، يعني ما ينفعش يعمل كده في ولاده اللي هو بيحبهم. وانا عايزه اقول كلمه اخيره، لازم يعني لازم يحس بيهم برضو. هو عايز يضايق الام وكل حاجه، بس هو مش حاسس بالولاد. ايوه طبعا، هو كل همه انه يضايق الام. ودي حاجه بتضايق الولاد كلهم. ايوه الولاد. وفيروز سنها اصغر، فيروز انت 7 سنين. لو الاب ده اللي موجود في بيوت بقى انت ما تعرفيهاش حاجات حقيقيه، اب بيضرب الام ومش كويس مع الاولاد، تقولي له ايه؟ يبقى وحش وربنا هيوديه النار. وحاجه مش كويسه. انا عايزه اقول حاجه اخيره بس. قولي حاجه اخيره. في حته بالمسلسل مامتها كانت بتمسح الارض، وهو جاي كان جاي لها، وهو ما يعرفش اللي تحت ميه، راح وقع على ظهره بجد. شريف سليمه. بس شريف سلامه فنان كويس ولطيف معاكم، يعني لطيف جدا بره التصوير، لطيف جدا معاكم. وقع على ظهره بجد. وصعب عليكي. جدا. في اللقطه دي بيقول لكم بقى لا معلش، يعني بيعاملكم كويس طبعا بره التصوير. ساعات بيعاملنا شويه محترمين ويبدا بقى فيها. ده في التصوير بقى لما تخشوا بقى النرفزه والعصبيه. فاضل لكم قد ايه في المسلسل ريتال؟ يعني 7 ايام. اسبوع كده. سبع ايام. بتسهروا لفترات طويله؟ يعني مره رجعنا الساعه 6 الصبح. هموت بس. مره رجعنا برضو الساعه 2 الصبح. مين بيساعدكم؟ مين معاكي في التصوير على طول، بابا ولا ماما؟ لا بابا. بابا وفيروز؟ جدو او بابا. انت عامله زي فيروز، عارفه فيروز صغيره الفنانه؟ لا هي الشقاوه بتاعتك؟ ناخد حته من طيب انا كتكوته نور. لا وهي فيها معانا ريال، ده معانا ريال، ده مبلغ مش بطال، معانا ريال، معانا ريال، ده مبلغ مش بطال. ما هو واضح جدا. انا مبسوطه بيكم قوي بجد. وايه اللي تحبوا تقولوا لنيلي اللي انتم معذبينها بقى وهي قلقانه عليكم، تقولي ايه لنيلي؟ ربنا يخليك. مبسوطة بيها انك تمثلي مع نيلي كريم؟ ربنا يخليكي، ما يتحرمش منك ابدا. ما يتحرمش منك ابدا، دي ماما كده. ماما، وانت حسيتي انها ماما بجد. وريتال تقولي ايه لنيلي؟ عايزة اقول لها انه مبسوطة جدا من اول حاجة عملها معاها هي، مبسوطة جدا. طيب هقول لكم حاجة، تيجوا نروح لنيلي عشان عندكم تصوير. ايوه انا عارفة نيلي بتمشي بيكوا، انا هوديكوا، ايه رأيكوا؟ يلا تنزلوا تقولي يلا يا فيروز بالراحة، تعالوا نروح لنيلي. انا عايزه اقول للمشاهدين طبعا نيلي بتفضل طول الوقت ماشيه بالبنتين الحلوين دول، وانا بقى اخد انت دايما نيلي بتشيلك. تعالي كده هنعمل زي تتر المسلسل صح. يلا اعملوا باي. باي. نروح لنيلي.